اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. اهلا بحضراتكم في برنامجنا ضد الفوضى. لمحت الاسبوع اللي فات ان في اب من الاباء ودول قطار خلي بالكم بس يمكن السوشيال ميديا بقت بتتحكم في مصارف الاقوال والافعال ونشر ما هو على ارض الواقع وكل واحد ورزقه الاسبوع اللي فات معظم السوشيال ميديا والمواقع الاخباريه تداولت خبر ان في اب من الاباء وده حقيقي رفض يكتب لبنته ائمه منقولات زوجيه طبعا حضراتكم عارفين القريب والبعيد اللي بيعرف في القانون اللي ما بيعرفش في القانون ان ائمه المنقولات دي عامله ازمه حقيقيه في المجتمع المصري او غير المجتمع المصري لان في مجتمعات ثانيه مفيش حاجه اسمها قائمه منقولات لكن في قوانين اخذت باشياء اخرى تقوي موقف المراه اهم من قائمه المنقولات لان للاسف آه تبقى على ذمه الراجل وتفاجأ ان هي تروح رفع عليه قضية تبديد منقولات. ايه اللي يحصل؟ المنقولات موجودة في في مسكن الزوجية. طب ايه يا ستي؟ أصل هو ضربني. أصل هو شتمني. أصل هو بيعاملني وحش. تروح رايحة عند والدها أو والدتها. وتروح رفع عليه قيمة المنقولات. يجي القاضي تحيه للقضاء المصري كله في قضاة ما بياخدوش بيدوا براءه في قائمه المنقولات وده قليل قوي يعني خلي بالكم لكن معظم معظم القضاه المصريين بينصفوا المراه في قائمه المنقولات فبيحكموا لها مع العلم ان ممكن تكون القايمه موجوده وما تبددتش القايمه بتاعه المنقولات موجوده في مسكن الزوجيه والزوج ما من حاجه والدنيا زي ما هو والنيش زي ما هو وترابيزه السفره زي ما هي ودلاب اوضه النوم ودلاب الاطفال موجود زي ما هو الاستاذ اللي هنتكلم عليه النهارده او هيبقى في مداخله هاتفيه معانا الاستاذ ناصر مخلوف آه طبعا هو في زيه كتير في اباء كثيرين في مصر في بلدنا العزيز مصر اباء كتير زيه بس هو اللي يعني اللقطه جت معاه واضحه وانتشرت على السوشيال ميديا هو الاستاذ ناصر معانا ولا لسه الو الو يا فندم الو ايوه يا فندم يا استاذ ناصر ازاي حضرتك إزاي يا فندم السوشيال ميديا بقى لها اسبوع بتتكلم على حضرتك إيه خير ان شاء الله طيب احنا عاوزين يعني نعرف من حضرتك انت عندك اولاد كم او أولا... بنات قد ايه وأطف... واولاد قد ايه انا عندي بنت... بنتين وولدين ان شاء الله طيب ودي اول بنت تزوجها اول زواج عندنا ان شاء الله ربنا يكتبه ان شاء الله بالخير <applause> وبالذريه الصالحه ان شاء الله يا استاذ يا رب طيب الفكره دي كانت مسبقه عند حضرتك ان انت تقول لعريس بنتك من يؤتمن على العرض تمام السوره مع... من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال أيوة. اتق الله في كريمتنا صح كده؟ صح يا فندم ده خطك انت يا استاذ ناصر؟ ده خط صديق لي بس خطه جميل قوي يا استاذ نصر اه طبعا طيب مش انت حضرتك كنت متفق قبل الواقعه دي آه على ال... هذا الامر ولا انت كانت نيتك مسبقه آه مع بنتك ولا هو الموضوع جه بشكل يعني متفق عليه ولا هو كان في نيتك معلش وضح لي الامر يعني لا هو حضرتك الموضوع من 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 سنين وانا عاقد على هذا الامر ما شاء الله انت حضرتك شغال يا استاذ ناصر نعم شغال ايه انا مهندس في وزاره البيئه ما شاء الله ده انت راجل على علم بقى الحمد لله طيب ما حسيتش ان انت آه كده يعني قللت من حقوق بنتك لا ابدا ده انا زودت حقوقها ان شاء الله لان انا عملت لها اكبر قايمه في تاريخ مصر او المصريين ان شاء الله صحيح فعلا مصر كده كلها آه واقفه في في جوار بنت حضرتك الحمد لله يا رئيس يعني طب هو عريسها شغال ايه يا استاذ نصر هو مهندس خريج هندسه غزل ونسيج ما شاء الله بس هو اكيد انت يعني حسيت منه انه يعني على خلق او حسيت منه الـ الـ الامانه الكامله حتى يطمئن قلبك فتجعل قايمه المنقولات التي في حوالي مثلا ما يقرب من 700 ألف قضية منظورة في القضاء المصري بقائمة المنقولات وحضرتك طبعا أنا لما جيت أختار لبنتي يعني جالها عرسان كثير أنا اخترت هذا الرجل لأن على خلق وعلى دين ومن عيلة ومتعلم ومثقف توفرت من الشروط اللي انا عايزها لبنتي واتمنوا عليها ان شاء الله ربنا أه يكتب لها الخير ويكتب أمينة. لك الخير و واحنا يعني آه بنشكرك لان ده أم. بيعتبر آه آه يعني ثقه في الله اولا طبعا آه ثانيا آه حضرتك عملت شيء ممكن يكون لسه ما حدش عمله زيك كتير هو أه لو في حضرتك حضرتك في ناس كتير زوجت بناتها من غير قايمه فعلا يعني انا اعرف ناس كتير كده بس هو الحمد لله ان احنا كتبنا كلمتين دولت والحمد لله سابوا تاثير سيء يعني حسن في نفوس الناس طيب بنت حضرتك التانية هتعمل معاها نفس الموضوع ان شاء الله طب ده كده العشان هيقولها <applause> على دماغي يا فندم <applause> احنا يا استاذ ناصر بنشكر حضرتك العفو يا سياده وبنشكر بنت حضرتك طيب معك. في حد في العيله عند حضرتك سبق ان فعل هذه الفعله لا امم طيب لا حتى حتى يعني كان الافراد العيله استغربوا في الاول لما انا كتبت كلمه وقلت لهم انا مش هكتب اي مال يعني طب بقى زوجة حضرتك اللي هي ام العروسه ما زعلتش ايوه مالها ها؟ عملت ايه؟ ما زعلتش من الموضوع ده؟ اه لا 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 اطلاقا خالص هو لما شافوا العريس لما الباشمهندس محمد لما جه يكتب الايمة هو والده وقالوا احنا حط الرقم اللي انت عايزه والمنفرات اللي انت عايزها انا رفضت قلت له لا هي دي الايمة اللي عندي وبعد ما مضوا بعد مداولات كتير سبتها في البيت وخرجت اه قرأوها يعني سبت في نفسهم اثر حسن الحمد لله يعني. يعني زوجه حضرتك متفقه معاك في اللي انت عملته؟ ان شاء الله والاولاد كلهم ان شاء الله. طيب لو جه اولادك الصبيان ربنا يبارك لك في اولادك كلهم امين اا آه جم يكتبوا قايمه هتسيبهم يكتبوا قايمه؟ اه طبعا زي ما العروس عايز زي ما العروسة يعني مش هتلزم الاخرين لا بما فعل الموضوع الموضوع مش ملزم لحد يا استاذ المستشار. اه لا لا ده امر خاص بي انا لو خطيبة ابني عايزة تكتب قايمة بأي مبلغ انا همضي انا قبل ابني ان شاء الله. والله هو شعور طيب من حضرتك. الله يكرمك. و... يعني هو هو كل هدفنا يمكن انت هدفك كان اسمى من موضوع القائمة. او الفلوس. اه يعني يعني ما هو القائمة هي بتعبر عن المنقولات اللي موجودة هاي. في في الزوجية يمكن حضرتك و... ويمكن ده يمكن نيتك آه وصلت إلى, الى 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 السماء فربنا كتب لها الانتشار في الارض الحمد لله لحضرتك فيمكن يكون الـ الـ الهدف الاسمى اللي حضرتك آه عملته ده يكون نصرة ليك ويمكن فتحه خير لـ 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 للمجتمع يمكن في ناس تاخد بيه يمكن تكون آه قدوه حسنه او يعني سنه مصداقية آه آه, اه 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 لان فعلا زي ما حضرتك وانا انا بشكرك على الهوا فعلا آه الموضوع العلاقه الزوجيه والبيت اذا بني على هذه الامانه اصل مش الورقه اللي هت او او قائمه المنقولات هي اللي لا تحكم العلاقه الزوجيه المستشار العلاقه الزوجيه قائمه على على الود والرحمة في الاول مش على الامور الماديه معايا يا فندم معايا يا استاذ يا فندم طب ما فيش اي حد اتصل بيك عمل معاك حوار او او قال لك مثلا الفرح ببلاش ولا حاجه لا انا احنا رافضين الموضوع ده ان شاء الله لان الحمد لله الخير موجود يعني يا رب يزيدك ويملى حياتك خير الله يكرمك ربنا يكرمك انا والله بشكرك وسعدت بالمداخله مع حضرتك وان شاء الله زواج مشرف وزواج مبارك وربنا يطرح فيهم الذرية الصالحة يا رب العالمين لا بشكر لا. الأستاذ أو ناصر أ... أو بل أحفادك سيادة المستشار بشكر لحضرتك يا فندم الفن... بشكر يا لفن... بشكر حضرتك بشكر يا تفضل تفضل أستاذ ناصر كان معانا الأستاذ ناصر مخلوف المهندس بوزارة البيئة والسوشيال ميديا كلها اتكلمت على هذه الواقعة ليه اتكلموا وليه انتشر الموضوع ده ليه لأنه سلوك غريب هو خلي بالك دلوقتي بقت الأمانة مستغربة بقى اللي بيعمل خير مستغرب بقى اللي بيحط شرط الأمانة والحياة الصحيحة بقى مستغرب هو الراجل كان واضح بنته طبعا غالية عنده وأغلى حاجة عنده ده يمكن في فيديو كمان يا ريت الإعداد ينزله لنا اب برضه كان بيزوج بنته معانا الفيديو يا جماعه اه يا ريت نشوفه كده على الهوا الفيديو برضو بيعبر عن يعني تحس هو ما فيهوش تمثيل ولا حاجه اب بيزوج بنته شوف المأذون بيقول له قول للعريس كذا هو بيقول كلام تاني خالص يا ريت نشوف الفيديو كده يا جماعه زوجتك ابنتي وكلتي. موكلتي موكلتي قلبك قره عيني الله عليك وروح فؤادي صديقتي بلا شبهة وحبيبتي بلا غيرة رفيقة العمر مضمونة والقلوب بحبها مسكونة سبب الرزق رغم ضعفها الله أم أبيها رغم صغارها سبيلي إلى الجنة بإذن ربها شمس ايام وقمر ليالي دنيا عمرو محمود زواجا وع... شرعيا زواجا شرعيا على كتاب الله على كتاب رسولي. رسولي. صلى الله وسنه رسوله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على الصلاه المسمى بينك على الصلاه المسمى بين عاجله واجله عاجله واجله على جميع المذاهب وعلى جميع المعتبر. الشرعيه المعتبره الشرعيه المعتبره على ان على ان تكريما تكرمها تصونها تصونها تحسن الي تحسن الي وتراقب الله وتراقب الله فيها انا قلت هذا ظني بك وهذا ظني بك وسوف انصحها لك وسوف انصحها لك والله والله, والله. ما اقول انا تعليقي ان كنت اتفق او لا اتفق أو يتفق مع البعض أو لا يتفق مع البعض المشاهد اللي بنشوفها دي يا جماعة بتعبر بنتك غالية عليك مفيش كلام بنتك أو ابنك أو ولادنا الضنا يقولك لك الضنا غالي مفيش أغلى من الضنا الاطفال دول او يعني اولادنا تربوا على ايدينا وبيكبروا قدام عينينا فهم شيء يسعد قلوبنا الواحد ممكن يتمنى الازل نفسه ولا يتمناه الى ابنائه حط تحت دي مليار خط دي حقيقه قد تتمنى الاذى لنفسك ولا تتمناه الى ابنائك لدرجه ان انت تسمع ام والله انا انا شفت امهات كده واباء يدعوا على نفسهم لو ابنه مثلا تعب شويه يقول لك يا ريتني كنت انا يا ريتني كنت انا اللي تعبت يا رب خد مني واديله بيحصل فالاستاذ المحترم اللي كان قدامنا حالا دلوقتي وهو بيجوز بنته هو مش طالع يمثل يبكيك يخليك تبكي يخلي شعورك آه تتألم يعني تحس ان انت يعني تقشعر من ال من مما يتح عما يتحدث هو بيجوز بنته قبل ما اكمل معانا مداخلة الو الو استاذ احمد من الجيزة اتفضل الو استاذ احمد تفضل اتفضل يا استاذ احمد مين حضرتك؟ الو اتفضل الو ايوه اخبارك ايه؟ مين حضرتك؟ انا متابعك على طول في البرنامج الجميل بتاعك ده يعني و انا احمد اهلا وسهلا تفضل تفضل سؤالك طيب احنا فقدنا الاتصال مع الاستاذ احمد اكمل كلامي يقول لك الضنا غالي ويقول لك مفيش اغلى عندي من بنتي وابني ولذلك لما بتحدث المشاكل الزوجيه وعنوان الحلقه النهارده يا جماعه بنتك اهم ولا قيمه المنقولات؟ يا ريت لو في مداخلات عن هذا الامر هل في اباء برضه ممكن يتنازلوا عن او امهات لان خلي بالك برضه ما هو ممكن الاب يكون موافق مش بيحصل؟ الاب يكون موافق ويقول لك والله ده راجل محترم وراجل ذو قيمه وراجل ذو اخلاق عاليه وعيلته عيلة طيبة ويؤتمن على العرض يؤتمن على بنتي إذا كنت أنا بأتمنك على عرض بنتي ما فيش أغلى منه أنت تؤتمن على الأعراض والعرض أغلى من أي أرقام أو أي أموال أو أي فلوس ده حقيقة ولذلك اللي فعله الأستاذ ناصر يعني ما اقدرش اقول يعني اتمنى ان هو يقتدى به في بعض الاحيان لو هناك رجال شرفاء افاضل يبنوا بيوت يعمروا بيوت يؤتمنوا على الاعراض ماشي ولكن احنا برضو نرجع نقول حتى لو نقلل من حقوق الزوجه لان برضو خلي بالك في امهات مش هتوافق وفي بنات مش هتوافق ليه للاسف الشديد هناك يعني شباب برضه ضايع يعني واخد بالك اللي مثلا ما يعرفش قيمه الحياه الزوجيه، ما يعرفش قيمه الـ 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 البيت، ما يعرفش قيمه الاولاد، ما يعرفش قيمه الزوجه، خلي بالك من النقطه دي لان النقط هذه النقاط مهمه جدا هو البيت ده لو ما كانش فيه الامانه والصدق والحفاظ على الاعراض وان انت تكون حريص على أهل بيتك تحفظهم تحميهم تطعمهم تسقيهم تلبسهم تعيشهم في حياة كريمة أنت ملزم بكده لكن للأسف للأسف كتير جدا تجد مثلا يمكن بنشوف في المجتمع المصري هذه المشاهد سواء كان عمل المرأة يعني مقبول أو غير مقبول عند بعض الناس لكن هقولك لك ما ينفعش تشوف واحدة ست مثلا في الشارع وتقول لك والله أصل أنا بشتغل بص بقى خلي بالك خلي بالك من الكلمة اللي جاية دي أنا ما أنا ما بقولش إن أنا ضد عمل المرأة هي بتشتغل علشان جوزها قاعد ما بيشتغلش مش بتساعده خلي بالك من الكلام عشان الكلام ده مهم جدا ألو ألو الو انا عندي صراحه الو الاستاذه زينه معانا اتفضلي <applause> وطي التلفزيون يا استاذه زينه ازيك يا استاذ المستشار الله يكرم حضرتك اهلا وسهلا ماشي انا معاك اتفضلي الو عندي استاذ المستشار انا مع حضرتك اتفضلي يا فندم عدل شوي خلينا الو ايوه والله معاك اتفضلي الو حضرتك سامعاني يا أستاذ زينه طيب فقدنا الاتصال يا جماعه يا ريت الاتصالات تنضبط شويه في, في الاعداد وفي الاستوديو ان شاء الله طيب ربما يكون هي في حته ما فيهاش شبكه أوي يعني فزي ما بقول لحضراتكم بنلاقي ستات واحنا ماشيين تقول لك أقول لها يا حاجة أنتِ بتشتغلي ليه؟ ده أنتِ يعني ما ينفعش تبهدلي نفسك كده، ما هي أصل هي مش موظفة في بنك ولا موظفة في في شركة، لا دي دي شغالة مثلاً يعني بتعمل أعمال شاقة شوية، خبال حضرتك؟ يعني يعني أعمال شاقة، أنتِ الستات برضه ضعفاء يعني برضه، فتقول لها أنتِ بتشتغلي ليه يا ماما ومبهدلة نفسك ليه كده في الشارع؟ تقول لك أصل هو ما بيشتغلش. طب انا عايز حد يرد عليا. عايز حد يفك الازمه دي شويه يعني عشان انا ما يعني ما اتضايقش ما اكتر من كده. هو قاعد في البيت بيعمل ايه؟ ما بيشتغلش ليه؟ وسايب حضرتك تخرجي تبهدلي نفسك ليه؟ لو انت بتساعديه عشان المعيشه ما فيش مشكله دي حاجه جميله لكن هو يقعد في البيت ما يشتغلش لا ده عيب ده عيب وقله ادب الو الو الاستاذة ايناس معانا الو الو الاستاذة ايناس ايوه اهلا وسهلا فانت ألو؟, ألو الو ايه تعليقك يا استاذة ايناس أيوة. على موضوع القايمه انا من مركز مرغه اهلا وسهلا يا استاذة ايناس آه والله هو مشروع حلو بس لما يكون انا من محافظه مغاغه انا مع محافظه المنيا مركز لما مغاغه نكون معاك مثلا الجوز بتاع اتفضلي اتفضلي ايه. تعليقك ايه على موضوع الايمه اي مثلا واحد يكون عامل مرته بحسن ممكن توطي التلفزيون يا استاذه على استاذه على حقوق المراه استاذه ايناس ممكن توطي التلفزيون وطي التلفزيون عشان نسمع حضرتك ممكن ممكن يكون الواحد جو لما يكون الواحد جوزها يكون حلو فيها مثلا وكويس فيها وحاسه امان وحاسه حنيه منه ما يجيش مثلا يضرب ويشتم ويغلط ويسب الاهل ويضرب وي وما فيش اكل ومجوحه النهار كله وين الدين وين الاخلاق وين المبادئ وين الشهامية تمام تمام طيب رساله الاستاذه ايناس وصلت برضو اكمل مع حضراتكم عشان الموضوع ده مضايقني شويه تلاقي واحده شغاله طب يا ستي يعني تقول لك اصل والله هو قاعد في البيت مش طب هو مش لاقي شغل هي مش قادره تقول لك إنه هو مش لاقي شغل هي يعني مش قادره تتكلم مش عارفه تعمل ايه فبتنزل يا عيني تتحرك تحاول تجيب يعني مصاريف البيت تبيع لها حاجه تنظف حاجة في حتة تحاول تساعد نفسها بأي شيء واخد بال حضرتك وللأسف الشديد للأسف الشديد يعني دول ما يعتبروش رجالة اللي بيعملوا كده هو حضرتك اتجوزتها عشان تبهدلها هو حضرتك اتجوزتها عشان تخليها عرضة للي يسوى واللي ما يسواش الو الو السلام عليكم وعليكم السلام يا استاذ محمد اتفضل السلام عليكم مع حضرتك يا استاذ محمد اتفضل ازيك يا الله يكرمك ازيك يا اهلا وسهلا يا حبيبي اتفضل انا معاك في الموضوع ده يا استاذ زوائل بس ماشي انا مع مع حضرتك في موضوع العلمه دي بس ده ودحقها وده حقها واذا الواحده مثل انفصلت وبتسلم بتسلم عشان على طريق طريق المركز اللي تابع ليها وترجع تقول لا ده مش حاجتي ده مش حاجتي ايه الحل في الموضوع ده يا استاذ وائل؟ ما هو خلي بال حضرتك من حاجه هو القضاء حاسم في هذا الامر هي كده كده لو اتحكم لها بالقائمه والزوج بعد انفصالهم هي مثلا او قبل انفصالهم او استحاله العيشه فهو هيروح يقدم لها المنقولات يعرض قائمه المنقولات وهي تحت مسمى الاستخدام هي منقولات مستخدمه مش منقولات جديده عشان هي مثلا تقول لك ايه انا والله الترابيزه دي مش عجباني طب ما هي ترابيزتك ما انت دي اللي كنت قاعد عليها في البيت او دولابها أو سفرتها أو مثلا النيش تقول لك أصل النيش مدغدغ، طب ما هو يا حبيبتي الغالية يعني يعني ما هو ده النيش اللي عندك في البيت، هو الراجل ما جابش حاجة من عنده. بشكرك يا أستاذ محمد يبقى حضرتك مش موافق على ما فعله الأستاذ ناصر من أنه هو رفض كتابة قائمة منقولات لبنته أثناء أثناء كتب كتابها. طيب مشاهد كتير بقي بتحصل واخد بال حضرتك تلاقي مثلا آه واحد قاعد في البيت ومخلي ولاده البنات مش الصبيان لسه الصبيان دول موضوع تاني بالك آه ولاده البنات تنزلي تشتغلي هو انت مخلفهم عشان تبهدلهم أمال أنت راجل إزاي أم لو أنت مريض ماشي، لو أنت مريض خلاص، ليس على المريض حرج، ما نزعلش، ماشي، طيب، لو أنت عندك مثلا عذر شرعي غير مثلا مؤهل معاق حصلت لك حادثة والعياذ بالله، ماشي أهل بيتك يساعدوك، لكن الأصل يا جماعة الرجولة، الرجولة مش الذكورة، الرجولة تستدعي أن تكون رجلا رجلا صدق يصدق في معاملاته في الحفاظ على أهل بيته في الحفاظ على أولاده وبناته والحفاظ على أعراضهم مش إن أنت تبقى ذكر لأ تبقى راجل أصل ذكر حاجة ورجولة شيء تاني خالص فلازم حضرتك أيها الرجل المحترم هتقابل ربنا وهيسألك عن أولادك وعن زوجتك وعن الناس اللي كانوا تحت إمرتك وتحت رعايتك ألو معانا الأستاذ فتحي تفضل ألو ألو أيوة معاك يا أستاذ فتحي تفضل ألو مع حضرتك اتفضل. ألو. ألو يا أستاذ فتحي. الحاج فتحي بن الله يخليك. مع حضرتك اتفضل يا فندم. لعلم حضرتك الموضوع ده يعني أنا متجوز ليا 62 سنة. ما شاء الله، أنت عندك كام سنة يا عم فتحي؟ ليا 62 سنة يعني وطي التلفزيون بس يا أستاذ. عندي 85 ومراتي توفاها الله. انت اتجوزت وانت عندك 15 سنه ولا ايه؟ اتجوزت 21 سنه انا عندي 85 سنه يا ابن الحلال طيب وطي التلفزيون شويه واخد بال حضرتك؟ معاك يا فندم طيب عندي, عندي اربع بنات وولد جوزت جوزت البنات يا استاذ فتحي؟ يعني الحمد لله كنت رافض موضوع القايمه ده كل وجزئي لدرجه ان انا مره جيت لقيتهم كاتبين القايمه فرحت مقطعها ما شاء الله عليك العريس قال لي لا ده مش من حقك ده حق, حق وليا قلت له انا ما بعرفش الحاجات دي ما شاء الله عليك قطعت ال... يعني حضرتك عندك سبب بسبب الموضوع ده انت سامعني يا استاذ فتحي؟ سامعني؟ ايوه انا أيوة. 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 سامع حضرتك طيب عاوزك توطي التلفزيون وتسمعني حضرتك. وطي التلفزيون واسمعني انا هتكلم معاك تمام سامعني؟ ماشي تحت امرك طيب يعني انت الاربع بنات ما كتبت ما لهمش حضرتك. الاربع بنات ولادك ما كتبتش قوايم لا يعني بقول لحضرتك كنت كنت بمسكها اقطعها اه طب الحمد لله علاقاتهم انت بتدي عرضك لطرف اهم حاجه الامان والحمد لله الاربع بيوت مستقرين ربنا يعني واشكر فضل كل البنات مفيش واحده منهم جت عندي البيت الله اكبر عليك الله اكبر ده كلام جميل جدا يا حاج فتحي ما هو ربنا راى منك الامانه والله ف... زي ما بكلم حضرتك انا سامعك والله ربنا شاف الامانه في قلبك الامانه والبركه يا باشا اه فبارك في اولادك يعني البيوت مستقره على... الحمد يعني لله عامل بسيط واخد بال حضرتك و... وربنا اكرمني بدل العماره عملت خمس عماير احمد اشكر فضله وقاعد في حي الزهور واخد بال حضرتك ربنا يوسع عليك بليشوير. ربنا يوسع عليك يعني مبدا الرضا هو اساس كل حاجه اه ربنا يوسع يعني عليك طب يعني انا بس, بس عاوز انا عايز وأفعاله. انا عايز بس حاجه منك يا حاج فتحي وانت معايا الهوا ما ما فيش اي مشاكل حصلت ما بين علي لي صوتك شويه سنة طيب طيب ما فيش اي مشاكل حصلت مع بناتك من ازواجهم لا والله لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا والله ما عندي اد اشكال ولا عندي اي بنت جاتت عندي وكلهم متجوزين من جوازين من زمان من سنه 90 مثلا ربنا يعني ربنا, ربنا يعني عندي احفادي اللي مهندس اللي مدير كده ما شاء ربنا يبارك لك فيهم يا حاج فتحي عندي فتح 22 دلوقتي حاليا واخد بال حضرتك اه وكلهم ما شاء الله عليهم ربنا يبارك لك فيهم ربنا يبارك لك فيهم متشكرين يا حاج فتحي تمام يا جماعه ااا اه مواطن مصري ما شاء الله خمسة وثمانين سنة متجوز بقاله 62 وستين سنة متجوز اربع بنات مفيش بنت منهم حصل معاها مشكلة وقطع الايمة ورفض كتابة ايمة في انا قلت يمكن في بداية البرنامج ان الموضوع ده مش ظاهرة جديدة على المجتمع المصري بس هو يمكن الأستاذ ناصر ربنا يحفظه يعني السوشيال ميديا لعبت دور كويس معاه فأظهرت فعله مع بنته أثناء كتابة كتابها وزواجها لكن في مشهد أهو الحاج فتحي وغيره 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 في من المصريين كتير ليه بقى؟ هقول لحضرتك طبعا هي القايمة حق من حقوق الزوجة عشان بس ايه ما 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 نقولش من من كلام ويتخد علينا هو حقها وده و و ده عرف وسار الامر عليه منذ يعني آآ آآ يعني آآ نقول آآ عقود كثيره من السنين الو معانا مداخله استاذ جمال اهلا الو السلام عليكم وعليكم السلام يا استاذ جمال اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل معايا يا جماعه الصوت يا جماعه الصوت حضرتك بالنسبه للقائمه ده اختبار مهر مهر العروسه مهر العروسه ده مهر العروسه اه طبعا لا المهر ده حاجه تانية خالص المهر ده بيكتب آه طبعا فيه. بيعتبر مهر مهر العروسه لا يا استاذنا معلش القائمه حاجه لا تانية. حضرتك زمان زمان حضرتك كان بناء بيطلع مهر ال... اه معاك انا اتفضل مهر وهم بيجيبوا كل حاجه لا لا مش عاوزين نخلط بص المهر استاذ من طبع استاذ جمال حضرتك اللفظ اللي بتقوله او الكلمه اللي بتقولها ملهاش علاقه بحقيقة المهر شيء آخر القائمة قائمة المنقولات دي هذه حق للزوجة متعارف عليه لكن المهر ده شيء تاني خالص يا طب أنا هسأل حضرتك سؤال وانت معايا على الهواء يا أستاذ طب دي اسمعني طب عشان ما نخشش في جدال انت سمعني ألو ماشي حضرتك سمعني يا استاذ جمال؟ حضرتك. طيب وطّي تلفزيونك واسمعني عشان معظم المشاهدين مش واخدين التلفزيون يا جماعه بيخلي جمع حضرتك. اه انت تقبل أوه. انت تقبل تكتب أيمن بنتك ولا ما تكتبلهاش الو الو حضرتك سمعني يا استاذ جمال؟ يا جماعه الصوت مداخلات مش مظبوطه خالص مش مشكله الله المستعان طيب لو مداخلات مظبوطه والامور يعني دخلوا لنا هوا لان الواضح ان في حاجه في في المداخلات مش مظبوطه خالص فبعض الاباء زي ما قلنا بيبقى عنده المساله دي جوهريه يقول لك لا اكتب لبنتي قايمة وتلاقي بقى القايمه ايه بقى من ضمن الحاجات الـ المصايب الكبيرة بقى تلاقي واحد مثلا إيه هو جايب مثلا جايب منقولات عفش يعني جايب مثلا إيه جايب أوضة نوم واحدة وما جابش أوضة أطفال وجاب مثلا نيش وما جابش سفرة واخد بال حضرتك وتلاقي القايمة مثلا قيمتها قيمتها خمسين ألف جنيه مثلا تلاقيه كاتب قايمة بمتين ألف جنيه وتلاقيه كاتب في القايمه حاجات مش موجوده واخد بال حضرتك والعريس علشان يظهر نيته المهذبه وامانته فيقول لك انا خلاص انا شاري البنت فيروح كاتب مثلا ايه ماضي على قائمه المنقولات عشان عيله العروسه ما تزعلش الو تعالى مداخله من استاذ حسام الو الو السلام عليكم وعليكم السلام يا استاذ حسام أنا وسهلا الو مع حضرتك السلام عليكم إز... ازاي ازاي حضرتك يا فندم انا سامع حضرتك اتفضل ايوه يا فندم انا مع حضرتك اهو اتفضل يا فندم سامعك دلوقتي يا فندم هو هي العيشه مش بالورق اه يعني العيشه العيشه بين الطرفين مش بالورق بين الزوج والزوجه مش الورقه اللي, هت... اللي هتربطهم ببعض تمام حلو لان ان تشبيه التشبيه الراجل عند ربنا كبيره، ربنا قال لو جعلنا في الارض ملك لجعلناه رجل مم. معاك اتفضل تمام هي يعني مش بالعيشه يعني مش يعني مش الورقه اللي هتربط الطرفين ببعض طيب انت عندك اولاد يا استاذنا ايوه معايا محمد وزياد ما عندكش بنات لسه لا لا لسه. انت حضرتك مش اتمنى ان الله ان انا يبقى عندي دم اسمعني من التليفون يا استاذ اسمعني من التليفون عشان اقدر اتحدث مع حضرتك وطي التلفزيون خالص تمام انا معاك اهو طيب حضرتك عندك أنا... اولاد خالص التلفزيون عندك اولاد انت لسه مشغل التلفزيون كده أيوة مش طيب ما عندكش بنات يعني لا ما عنديش بنات طيب آه ده ده ده. انت كاتب اي منقولات للزوجه زوجتك يا استاذ استاذ وائل هي الفكره كلها في ايه إن, ان العيشه العيشه مش بالورقه انا فاهم يعني انا بسالك يعني انت كتبت يعني مش من مش اللي تربط الست بالراجل ولا تربط الراجل بالست انا معاك طب انت سمعني بس اسمعني بس اسمع انت كتبت ايمه منقولات لزوجتك كتبت طبعا طيب كتبت نفس القيمه اللي انت جبت بيها كتبت ايمه ال... بمبلغ كبير تمام يعني خلاف الحقيقه الو في الحقيقه اه يعني خلاف الحقيقه صح كده؟ أيوة حقيقه معاك يا استاذ وائل حضرتك كتبت قائمه خلاف الحقيقه؟ اه يعني انت كنت جايب منقولات بكام؟ طبعا كنت جايب منقولات بكام؟ يعني حوالي 220 وكتبت قائمة 22 وكتبت قائمة بكام؟ ده حوالي 300 وشوية تمام أنا متشكر لحضرتك يا ريت يا جماعة نظبط الصوت لأن أنا واضح مش مش عارف أتعامل مع كله بيشغل التلفزيون جنب المكالمة وده مش هيبقى لطيف في, في الحديث مع المشاهدين. طيب أنا بشكر الأساتذة اللي بيخشوا معانا في الناخلة لو في حد عايز يشارك برضه معانا يتصل بينا بس ما يشغلش التلفزيون يبعد التلفزيون عنه ويكلمنا عشان نقدر نستوعب المكالمات اللي داخلنا تمام؟ آه زي ما قلت لحضرتك اهو مثال لسه بقول في ناس بتكتب ارقام رهيبه يقول لك هتكتب لها قايمه كده والله بص من قبل ما يتجوزها خالص هتكتب لها هو ما يعرفش هيجيب ايه اصلا هيجيب اوضه نوم ب ب 20 ب 30 ب 40 ب 50 ما يعرفش حاجه لسه هو داخل يكتب لا داخل يتجوز لسه ما يعرفش حاجه هتكتب قايمه بنص مليون جنيه مش عاجبك اتفضل ويفسد زواج بنته أنا معاك إن أبنائنا بناتنا غاليين علينا وأبنائنا أغلى و.. وولادنا روحنا مفيش مشاكل وكلام ده كلام حقيقي لكن الحقيقة الحياة يا جماعة آه الحياة شيء آخر هو ممكن ياخدها يتجوزها ويكتب لها قايمة زي ما أنت فرضت عليه خمسمائة ألف جنيه ويكون جايب مثلا شوية منقولات ب 200 ألف جنيه أو ب 120 ألف جنيه أو ب 150 ألف جنيه أيا كان وتفاجأ إن هو منكد عليها عيشتها كل يوم عشان تروح تطلب الطلاق وتعافيه من كل حاجة وتتنازل خلي بالك من الحتة دي يقرأ يقرفها في حياتها ينكد عليها كل يوم يعاملها بغير الأخلاق الحسنة بالبلد يطهقها في عشتها نفعت بإيه بقى الأيمة ما نفعتش بحاجة طيب أنا عشان ما أطولش على حضراتكم في هذا المشهد ربما يكون لينا لقاء آخر في هذا المشهد بنتك ولا الأيمة انهي اغلى في ناس ولادهم اغلى من الايمه وفي ناس الايمه اغلى عندهم من ولادهم للاسف طيب انا سريعا هقول لحضراتكم على شويه اخبار كده جميله في مقال ليا في الجمهوريه النهارده يا ريت الاستاذ عمرو ينزله لنا حكمه السيد الرئيس مقال بعنوان حكمه الرئيس تقود مصر الى بر الامان ده عنوان آه مقالي أهو زي ما أنتوا حضراتكم شايفين كده النهارده مقال لسه نازل على موقع الجمهورية دي حقيقة اللي أنا عايز أقولها دي بقى عشان ما حدش يقول ده تطبيل لا دي الحقيقة الحكمة يا جماعة ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا طب النهارده الحكمة تستدعي إيه؟ الحكمة تخليك مش متهور مقالنا في جريدة الجمهورية زي ما حضراتكم شفتم كده عنوانه حكمة السيء أنا بشكر جريدة الجمهورية المحترمة الجريدة القومية على هذا المقال وهذا ال... الكلام الطيب اللي منسوب ليا آه في في جريدة الجمهورية حكمة ودي حقيقة حكمة الرئيس تقود مصر إلى بر الأمان يعني إيه الكلام ده؟ في ناس هتقول لك دواء ده بيطبل للرئيس، في ناس كده هتقول كده، طيب، في ناس هتقول: والله أنت صدقت، في ناس تالتة هتقول: يعني إيه مش فاهمين، إيه الحكمة يعني؟ أقول لك أنا الحكمة إيه؟ النهاردة لما يكون عندك قيادة رئيس جمهورية حكيم يبقى أنت بتحافظ على الأموال والممتلكات والانفس وبتحافظ على ارواح الناس بتحافظ على كيان البلاد الحكمه يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى دايما بيديها لاصحاب المعالي ولاصحاب الهمم العاليه واحنا وان كنا نثني على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فهذا ما يستحقه وهذا ما يستوجب أن نتحدث عنه ونقول في هذا الوقت ليه؟ النهاردة لو فكرنا كده كان زماننا رايحين فين؟ كان زماننا تايهين كان زماننا في تشتت المجتمع المصري لكن بحكمة القيادة السياسية اتر... اترتبت الأوراق ورقة ورقة واللي غلط بيتحاسب وابتدت الأمور تنصلح ويتم تدبير الشؤون والمؤسسات بكل قوتها للحفاظ على الأمن والاستقرار في الوطن ده يجي منين يجي من الحكمة خلي بالك بقى عارف ما يجيش غير من الحكمة ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا طب ليه أنا قلت حكمة السيد الرئيس لأنه مش متهور قائد رزين حتى تيجي تدور كده معايا في أحاديث السيد الرئيس دور كده معايا أي حديث للرئيس هتلاقيه بيتكلم بحكمه. هتلاقيه بيتكلم بانضباط. هتلاقيه بيتكلم بطريقه قائد. كل حاجه في وقتها. كل حاجه بتتعمل ان شاء الله تبقى صح وتبقى مظبوطه صح في صالح بلدنا وولادنا المصريين. اذا انا بقول على الهوا اهو، حكمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقود مصر الى بر الامان ده عنوان مقالي في جريده الجمهوريه وانا بشكر جريده الجمهوريه على الهواء في برنامج ضد الفوضى نيجي بقى للخبر الثاني بسرعه كده السيد الرئيس النهارده اصدر قرارات مهمه جدا من ضمن هذه القرارات انشاء مدينه للذهب هيبقى عندنا مدينه كبيره كبيره بتبيع الذهب هيبقى سوق عالمي للذهب تأتي إليه الدول من كل دول العالم بتجلب السياحة بتجلب العملة بتجلب الاستقرار ورفع الاستقرار ورفع الاقتصاد والتنمية من القرارات اللي صدرت النهاردة برضو يا ريت القرارات تنزل معانا على الهوا يا جماعة يا ريت القرارات تنزل معانا على الهوا نوري الناس. في عندنا برضو انشاء مدينه للسيارات. الرئيس النهارده اصدر قرار بانشاء مدينه للسيارات يعني ايه؟ المدينه دي هتعمل ايه بقى؟ هيبقى فيها كل التوكيلات. هيبقى فيها شهر عقاري. هيبقى فيها آه آه توكيلات ومحلات و ومناطق آه آه مهتمه بقطع غيار السيارات واخد بال حضراتكم اه قريبا سيتم انشاء مدينه للسيارات تحتوي على كل ما تستلزمه هذه العمليه خلاص قرار صدر واتمضى طيب عندي خبر كده جميل قوي بيعبر يعني عن عن عن, عن حكمه برضه السيد الرئيس وزير السياحه بتاعنا يا ريت الخبر ينزل كده اه وزير السياحه المصري بيقول لك لما بروح اقابل السيد الرئيس في اي لقاء يا ريت الصوره تنزل يا جماعه اه بيقول لك بروح قبل ما بروح اقابل السيد الرئيس بذاكر كل لقاء مع الرئيس السيسي وبرضه الاسئله بتيجي بره المنهج. <applause> شفت الكلام؟ يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا رئيس بيعرف يدير ويجيب من بره المنهج. وزير اهو اتكلم دايما بروح مذاكر ومعظم الوزراء كده. فيجي لهم اسئله بره المنهج، يعني ايه اسئله بره المنهج؟ يعني اسئله مش متوقعه. واخد بال حضرتك ما هو الريس برضه بيجيب معلوماته من كل الاجهزه اللي حواليه وبرضه من بره الاجهزه والسوشيال ميديا ومن المواقع الاخباريه الامور بتتاح بصوره عامه دلوقتي التكنولوجيا يا جماعه ما سابتش حاجه لذلك انا بقول آه معانا رئيس جميل نحافظ عليه وندعيله ان ربنا يسترها معاه ويوفقه والمشهد الجميل اللي بيحصل في غزه النهارده. مشهد الجميل المعدات المصريه موجوده في غزه النهارده يا جماعه بتعمر وبتبني وبتشيل الانقاض وبتعمل مدن مصريه داخل غزه. طيب ده كلام جميل جدا اختم بقى مع حضراتكم نفسي يكون بلدنا ما فيهاش بلطجه نفسي الناس البلطجيه يعني انا بوجع عنايه اخواتنا ورجالتنا في الشرطه المصريه البلطجه كترت شويه يعني النهارده في خبر اختم بيه مع حضراتكم آه واحد راجع من الشغل في بولاء الدقرور طلعوا عليه ثلاثه بلطجيه مش عارف كان فيهم واحد عاوز ياخد منه اتاوه ولا فرد حسب ما نشر في موقع 24 قرار 24 طلعوا عليه وهو راجل جاي من شغله مش عارف جم ياخدوا منه اتاوه المهم الراجل موتوه وهم ايه بقى مسجلين خطر تجار مخدرات مسج... مسجلين في الامن العام بان هم مجرمين طب دول ايه, إيه بقى نتعامل مع... دول يتاخدوا كده وتحطوا واخد بال حضرتك هؤلاء يسعون في الارض فسادا دول يا جماعه بيأذوا ولادنا وبيقتلوا ارواح الناس، حاجه تزعل. انا نفسي زي ما بيكون في مدن جديده وفي مجتمعات عمرانيه جديده وفي حياه جديده يكون عندنا شباب واعي وفاهم ويتقطع ايد البلطجيه ويتمنعوا من هذه البلطجه يا إما يروضوا يا إما يمنعوا من الظهور تماما. ما هو يا إما يروض هذا البلطجي يروض ويبقى إنسان سليم في المجتمع يا إما يقبض عليه ويودع في, في السجن ما هو ما ملوش حل تاني. ما مش هنسيب البلطجيه في الشارع كده. مش هينفع. حفاظا على الأرواح والممتلكات. بيبقى الرئيس بيبني ويعمر وتتبني مدن جديده، وتتبني مدن سياحيه، وتتبني امور تفرح الناس ويجي واحد بلطجي يعكنن علينا. يجي واحد متشرد يعكنن علينا. منه لله اللي قتل الراجل ده من غير ما اعرفه. لان اصبح هذا منتشر، لازم يبقى في حد لهؤلاء البلطجه وتفعيل قانون البلطجه بشتى السبل من آه اخواتنا في الداخليه ربنا يحفظهم ويحميهم وينصرهم ويؤيدهم وي ويكونوا على الظالمين من حديد امين يا رب العالمين كنت معاكم في برنامج ضد الفوضى يا رب اكون نفعتكم وفرحتكم او اديتكم معلومه ويا رب يعلمنا ويفهمنا ويكمل مسيرتنا على خير واسفين ان احنا قطعنا آه يعني او ما, ما دخلناش مشاركات آه كتيره معانا في, في البرنامج ومتشكرين للناس اللي شاركونا في البرنامج واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته